السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا قلت اسجل الاجابات على الاسئله اللي اتبعتت لي في الستوري في فيديو، بحيث ان الناس تقدر تشوفها على اليوتيوب على طول. وفي الاول بس انا كنت حابب اقول ان انا عارف انا غايب بقالي شويه يعني حلوين، ويعني الايام اللي فاتت دي او السنتين ونص اللي فاتوا دول ما كانوش سهلين علينا كلنا، وانا مريت بشويه ظروف كده ما كانتش ظريفه يعني، والحمد لله يعني بتعدي. فانا حابب اعتذر بس يعني ان انا يعني كنت بغيب، وبعتذر كمان ان انا عارف ان انا في اوقات معينة كنت ببقى حد شويه في الكلام، بس يعني ان شاء الله الفتره الصعبه دي تكون عدت وكلنا باذن الله يعني نرجع لحياتنا اللي كانت موجوده قبل كده. بالنسبه للاسئله اللي اتبعتت لي، انا يعني قلت ان انا هسجلها هنا، انا كتبتهم في ورقه معايا. السؤال الاولاني اللي جالي بيقول لي انا في ثانويه عامه، هل ينفع اذاكر تيستينج وانا في ثانوي ولا لا؟ ولو ذاكرته هل هينفع اشتغل ولا لا؟ بالنسبه لان انت تنفع تذاكر التيستنج وانت في ثانوي، ينفع تذاكر التيستنج وانت في ثانوي، بس الاهم حاجه ان انت تخلي ده بالنسبه لك هو الاولويه الثانيه. لكن الاولويه الاولى بالنسبه لك طبعا هو مذاكرتك المواد اللي انت بتاخدها في المدرسه. ولو انت خلصت بقى المواد بتاعتك دي وعندك وقت فاضي وحابب تذاكر تيستنج، اعمل كده، مفيش مشكله عادي. التيستنج كمان مش بياخد وقت طويل وانت تقدر تتعلمه بسرعه. تقدر تشتغل بالكلام ده ولا لا؟ عادي تقدر تشتغل، بس فريلانسنج بس، يعني انت تقدر تشتغل شغل مستقل طول ما انت معكش شهاده. لكن لو انت عايز تشتغل بقى كتستر في الكليه بعد الكليه، يعني بتحتاج الكليه اولا، عشان مهم جدا ان انت يبقى معاك شهاده جامعيه لو انت هتشتغل في مصر او بره مصر، الموضوع نفس الكلام يعني. السؤال الثاني اللي جالي بيقول لي حاسبات ولا علوم؟ يعني القصة مش بتتقاس كده، القصة بتتقاس انت بتحبي ايه. لو انت حابة المواد او حاسة ان ده هتلاقي فيه نفسك اكتر، يبقى تختاري المجال اللي انت حباه، لان الواحد لما بيحب حاجة بيأدي فيها، بيبقى حاببها وبيبقى عنده يعني شغف واهتمام ان هو يعرف عنها اكتر، فهتلاقيه بيبقى ليه مزاج انه يقعد ويقرا ويذاكر ويحفظ ويروح المحاضرات، ويبقى حابب حتى انه ينمي نفسه في الموضوع بره الجامعة. لكن لو الواحد اكبر نفسه على حاجه هو مش حاببها قوي، بيبقى بيذاكرها وملوش مزاج، فممكن ما بينجحش فيها قوي. فالاجابه على السؤال ده ان انت تختار اللي بتحبيه. طب هتقولي لي طب انا ولا بحب ده ولا بحب ده ومش فارق معايا حاسبات ولا علوم؟ لا، اختاري حاسبات. السؤال الثالث بيقول لي انا تيستر في بنك وبيشتغل موبايل تيستنج وفاين تك، وهيخلص بي 1 في خلال 6 شهور، ايه اللي اقدر اعمله عشان اسافر؟ اللي انت قلته ان انت هتتعلم اوتوميشن. في سؤال جاي لي بالالماني بيقول لي بس هاست تو جيستان جماخت، يعني بيسالني انا عملت ايه امبارح. ايش هاب جانس نو مال جاعبايتت اون ترينيرت. في سؤالين جولي يعني من كذا حد بيقول لي ان هو عايز يتعلم تيستنج بس الكورسات في مصر بقت غاليه. والله كانت غاليه من الاول بامانه، يعني عشان بس نبقى بنقول الحقيقه بقى. وحصل في فتره كده ان في بعض المحاضرين يعني نزلوا كورسات رخيصه، بس مع الاسف يعني بعد ما اشتهروا رجعوا غلوها تاني. فده بيقول ان السوق دلوقتي مفتوح، ان في ناس جديده تخش فيه. لو في ناس صغيره لسه بتبتدي عندها استعداد تشرح باي طريقه، سواء عايزه تشرح في فيديوهات او عايزه تشرح في سيشنز على الانترنت، او عايزين يشرحوا على يوتيوب، او يعملوا لهم موضوع برايفت ومحتاجين حد يعني يساعدهم في الاول او يعمل لهم اعلان، خليهم يبعتوا لي انا يعني هعمل ده معاهم. بالنسبه بقى اللي انت عايز تذاكر من مصادر يعني رخيصه ما تبقاش غاليه، في موقع اسمه موقع مهاره تك، انا هحط الكلام عنه في الديسكريبشن بتاع الفيديو على اليوتيوب. الموقع ده عليه كل الكورسات بتاعه المانوال تيستنج، وكمان مختصره تقدر تذاكرها بسرعه، وبيدي لك شهاده لو انت مسجل من عليها. الكلام ده بس للناس اللي هي عندها بطاقه مصري، عشان بس هتلاقي في ناس انا عارف تتابعني من دول عربيه بتبعت لي بتقول لي احنا عايزين نخش على الويب سايت ده ومش عارفين. فالناس دي هتبعت لي تقول لي يعني هم عايزين يخشوا منين، وانا هديهم رقم البطاقه بتاعتي عشان يقدروا يسجلوا. واتمنى ان احنا نفتح الموضوع للناس كلها يعني. فهعيد تاني، ايه اللي عنده مشكله في ان هو مش لاقي محتوى رخيص او مش لاقي كورسات رخيصه يذاكر فيها تيستنج، فيا ريت يدخل على موقع اسمه مهاره تك يذاكر كل الحاجات اللي عليه. لو في حد تاني عنده اسئله في اي حاجه او حابين ان انا اعمل فيديوهات عن الموضوع تاني، فيا ريت بس تقولي لي انتوا عايزين اتكلم في ايه، وتكتبوا لي تحت الكومنتات في الكومنتات تحت الفيديو. شكرا ليكم.